شكرا لكل الداعمين، ربي يسعدكم ويسعد قلبكم يا رب.
Yeah.
الماضية ونحن الآن في شهر رمضان المبارك، شهر العبادة.
شهر رمضان الكريم، فإن ربنا يطلب من المسلم أن يصلي في المسجد الأقصى المبارك، وذلك التزاما بنداء رسول الله الكريم الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي طالب المسلمين كافة في كل زمان ومكان بشتى الرحال إلى الأقصى المبارك. ونحن نطالب بإدخال طاقم الإسعاف والهلال الأحمر، لأن هناك من المرضى من يحتاج إلى الإسعاف، ولا يسعنا إلا أن نقول حماك الله يا نصار. صلوا آمين. أيها المصلون، أيها الصائمون، الساعة ساعة استجابة، فأمنوا من بعدي. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا وصالح أعمالنا. اللهم آمنا في أوطاننا وفرج الكرب عنا. اللهم أهدئ وهيئ من يوحد المسلمين ويحلو حق صلاح الدين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء غزة وشهداء المسلمين جميعا. اللهم شافي جرحاهم وجرح المسلمين جميعا. اللهم اطلق سراحنا وعسر المسلمين جميعا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل البيت الابيض بالسواد يا رب العالمين. اللهم انا نسالك توبة نصوحة، توبة قبل الممات، وراحة عند الممات، ورحمة ومغفرة بعد الممات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. واقم الصلاه، ان الصلاه تنفع شيئا وكفر، ولذكر الله اكبر.
انا طالعه أو 50 أكثر من 50.
يجعلهم من الصالحين المبرين فيكم يا الله. الله يعطيكم حتى يرضيكم يا رب ويرزقكم الصلاة في المسجد الأقصى المبارك عن قريب يا الله. ما لقيتش إلا تعطيه لنا ده. عادي روحي هنا كذب كذب بالله. بس انتبه على الكاميرا عم تسوي. الله يعطيكم كل شيء بتتمنوا يا الله فوق ما بتتمنوا يا رب. سمع الله لمن حمده بتصلي جوا